ورد انا بيسافر. ايوه انا عم اقول لحالي مشان هيك اجيت معي على الحديقه، قلت انا في إنا. ليش الامه؟ لوين الهمه ان شاء الله؟ ماما بحر، حط الطاقيه على راسك، برد كثير. في قناه للاطفال بدها تفتح جديد بالامارات. الامارات؟ شو قصتكم كلكم مسافرين على الامارات؟ وانا ما فيني اعيش بلا بحر. ايه ورد انا ساعدتك كثير، ما فيك تقولي لا. لما كنت عم تكتبي المسلسلات انا اللي كنت اقعد بالساعات مع بحر. بس انا ما فهمت كيف بيساعدك، انت اللي مسافر بدك تاخد بحر؟ طلعي انت وبحر، هنيك الوضع مريح والبلد كتير راقي وحديث. ظن بعمري ما اشتكيت من القعدة هون، ولا اصلا بحياتي فكرت اني اطلع برات البلد. انا بعثة الدراسة ما طلعتها، هلا شو بدي اطلع اعمل؟ بس انا محتاجه لهذا الشيء، انا اذا اشتغلت بهي القناة بكتسب خبرة. اطلع، بس انا ماني طالعة وبحر رح يضل معي، واذا كان راتبك منيح فيك بين مدة ومدة. ورد انا حابب نرجع لبعض، ما صار لازم نرجع لبعض. هي اخذت مني اجازة طويلة ولليوم حاسس انه نحن عائلة كتير حلوة، والخناقة اللي صارت صارت قديمة، خلينا نبلش من جديد. نبلش خناقات جديدة. ورد انا عم بحكي عن جد. وانا كمان غسان، نحن طلقنا، ليه مانك حابب تقتنع؟ على الامارات انا ماني طالعة وبحر رح يضل معي، والماضي مانو شغلة وراحت بحال سبيلة، وإذا نحنا هلأ مناح مناح لأنه نحنا منفصلين، مانا أزواج، وهذا أحسن لبحر بألف مرة.